طيب لسه مكملين حوارنا. من بعض المؤشرات أو البيانات بنلاحظ أنه القطاعات المستهدفة بخروج شائعات عليها هي القطاعات الخاصة بالوزارات الخدمية مثلاً. نعم. لقينا الصحة، لقينا التعليم، تموين. شوية تضامن، التموين، مظبوط كده. الجهات إلى أن يحدث الوعي اللي حضرتك تفضلت مشكوراً وشرحت أبعاده، الوعي المنشود للتعامل، الجهات اللي بتقف وراء إطلاق هذه الشائعات، المستهدف منها وكيفية التصدي ليها. لأنه برضو دلوقتي مجلس الوزراء مثلا أعلن يوم الخميس أنه عنده وحدة كاملة بتنقسم لـ 3 units أو 3 وحدات، واحدة منهم هتبقى مخصصة لرصد الشائعات وكمان الرد عليها. لكن هل في أساليب أخرى للوقاية كمان قبل الانتشار الشائع؟ شوفي، احنا قلنا اولا لازم نزيد الوعي باللي احنا لازم يبقى في مشروع لزياده الوعي القيمي والوطني والمهني. وده موضوع اكبر بكتير، لان ده اللي هيعالج حاجات كتير. الحاجه الثانيه قلنا في نقطه مهمه، هو مين مصدر الاشاعه في الغالب في الوزارات الخدميه؟ بعض الموظفين والعاملين في هذه الوزارات. انت ليه النهارده لغايه النهارده متاخره في اقصاء هؤلاء الناس؟ هل أجهزة المعلومات الأمنية مش عارفة مين بيلعب في الوزارات دي؟ في على فكرة بعض الإشاعات تبقى معلومة الجزء فيها جزء دقيق جدا، يعني طالع من هناك، وإحنا مش عارفين وزارة التعليم، وزارة الصحة، الحكم المحلي، الكهرباء، المية، المواصلات أو النقل، إحنا مش عارفين إن الوزارات المهمة دي كلها. مش ان احنا مش عارفين، هو احنا ما اكتويناش بنرهم على ارض الواقع؟ ولما بدات تشتغلي على ارض الواقع معاهم بداوا يلجأوا لان هم يدوا معلومه لناس تبعهم في نهايات طرفيه في اماكن اخرى بيشتغلوا عليهم. انا متصور ان احنا لازم الدوله، كان ربما في الفتره اللي فاتت كان صعب انك انت تتتبعي هؤلاء الناس وتقصيهم وتقصيهم. احنا ما بنقولش نقطعش الناس، لكن الناس دي جلطات في أوردة وشرايين الدولة. إن ما كنتيش أنت هتعالجي هذه الجلطات لأنها بتكبر، هتسد وتعمل عندك مشكلة كبيرة. وإحنا يجب إن إحنا يعني ممكن يطلع حد من المسؤولين يقول لك لا إحنا متابعين، إحنا الكلام ده لا طبعا. إذا لا يجرؤ مسؤول النهارده يطلع يقول إن الكلام ده مش موجود في كل مؤسسات مصر. موجود الكلام ده في معظم المؤسسات غير المؤسسات ذات الحساسية والشغل الخاص. حضرتك شايف انه في لسه عناصر داخل الوزارات وانت خرجت حد لسه فيه وانت خرجت حد على الموضوع ده. وانت خرجت حد. انا اتحدى دلوقتي اي معظم قاري عدادات الكهرباء في المناطق الشعبيه، ارجو ان الاجهزه تسجل للناس اللي بيقروا او بيدوا الفواتير للناس وهو بيدوا الفاتوره. الله يخرب بيت الحكومه. شوف ان كان الشهر اللي فات بقد ايه والنهارده بقى بقد ايه، ده لسه اللي جاي أسوأ. الكلام ده اعتقد ان الاجهزه الامنيه رصد الكلام ده بتفاصيله في الكهرباء وفي الميه وفي المواصلات وهنا وهنا وهنا. لا طبعا انا متصور ان حوادث القطارات المتكرره حاجات كتير. شوف يا امل، احنا ما كانش عندنا جرأة ان احنا نحط ايدينا ونشاور بشكل مظبوط وامين على الناس دي، يبقى في عندنا حاجه غلط. فجزء من الحكايه انك انت لازم الناس دي تاخدي معاهم قرار، لازم ايا كانت تكلفه القرار لازم. ربما الفتره اللي فاتت او مع من يتعامل معهم، ما هم انا فيهم، انا هدور بتعامل معهم ليه الاول؟ انا الاول اشوف الناس دي بشكل يومي، قصدي اللي بيحركهم، قصدت اقول انه اللي بيحركهم يعني. هم اكيد فيهم قاده، في ناس بتحركهم، لكن واضح ان دلوقتي شوفي انت الفتره اللي فاتت انهيتي صف الاول والثاني والثالث من قيادات التنظيم الارهابي. لكن هم عندهم كتير من الناس موجودة، وفترة السنة السوداء اللي حكمنا فيها محمد مرسي لحاق التنظيم زرع ناس كتير جدا جدا في كل الوزارات الخدمية. أنا بقول لحضرتك دلوقتي والمصر كلها سمعاني، كل حد النهاردة في المناطق الشعبية أو في الريف أو في الصعيد يركز مع اللي بيدوله الفاتورة أو بيقرأ له العداد أو اللي بيقدم له خدمة أو اللي واقف في سوق الخضار أو الفاكهة بيقول إيه الكلام. فيه كلام فيه هو المواطن برضه يا دكتور هيجي له واحد قارئ عداد ولا حاجه يقول له ليقهوله ولا يحاسبه على ولا حتى يديله معلومه انه كمان الفاتوره الشهر الجاي انت مش هتقدر تدفعها او حاجات من هذا القبيل. نعم. هيعمل ايه؟ لا ما يعملش حاجه. انا بقول لك هل الاجهزه الامنيه المعلومات الامنيه ما عندهاش الكلام ده؟ ما عندهاش حصر بالكلام ده؟
انا اعتقد ان عندها حصر بالكلام ده واعتقد انها بتصعد الكلام ده. لكن مين بياخد القرار؟ احنا محتاجين مقاتلين في كل مؤسساتك. يعني ما ينفعش يبقى وزير عارف ان ده مش مظبوط ويقول لك انا ما اقدرش اخد ضده قرار. الكلام ده حاصل على فكره. لا طبعا. لوائح العمل طبعًا. مثلا تمنعه ان هو ينقله في مكان مع مثلا الخيانة آخر. مع الخيانه لا لوائح. شفتي مع فرق التشبيه اردوغان لغايه الاسبوع اللي فات قابض على ناس في القضاء وفي القوات المسلحه وفي الداخليه، كل يوم عمال يطهر اذا كان التطهير ده اصلا منطقي او عادل يعني. لكن شوفي انت لازم من وجهه نظره هو، يعني حضرتك عايز تقول من وجهه من نظره يعني. هو لا احنا متاكدين. هو الاشاعات دي بتطلع من لا شيء. في وراها ناس. هل تتصور الاجهزه مش عارفه الناس دي؟ عارفين الناس دي اللي موجوده؟ لا. فاحنا محتاجين جرأه اتخاذ القرار، لكن لسه مستنيين لما الرئيس يقول شوفوا الناس دي. لا طبعا. اذا احنا فضلنا ننتظر السيد الرئيس يبقى احنا بنعيد تجربه 40 50 سنه منتظرين ولي الامر، وده مش صح. واعتقد او يقينا الرئيس ما يوافقش على الكلام ده. والرئيس مش هيقدر يشيل حمل اكتر من اللي هو شايله. كل مسؤول، امال يعني ايه وزير؟ انا يعني مش فاهم يعني ايه وزير، يعني ايه رئيس مؤسسه؟ هو انت بس صاحب العزبه اللي انت فيها، تعمل فيها اللي انت عاوزه. وما يجب ان يكون مسؤوليات اللي منحت السلطه بيها. ما لا، احنا محتاجين ان احنا من كثره برضو المشاكل اللي بتبقى جوه الوزارات دي، لانها بعضها بتحتاج للكثير من التغيير، بيبقى في اولويات يمكن في. لا شوفي انت النهارده اذا كنت بتقولي الفساد بتاع الارهاب وجه، انا في تقديري الفساد هو الوجه الاخر من الارهاب. وانت النهارده بداتي الحياه تنتهي من موضوع الارهاب، اشتغلت فيه كويس قوي. أيوة. ونجحت فيه كويس قوي. الفساد بتشتغل فيه، لكن هيئه الرقابه الاداريه مش لوحدها. ما هيش هتنفع ب 300 ضابط ولا 400 ضابط انها هتقدر تعيد ضبط منظومه الاداء المالي والاداري والقيمي وكل حاجه في البلد. مش هينفع. في جهات اخرى منوط بيها ان هي تمنع الفساد من بابه قبل ما يحدث، كل قبل ما وزاره الاجهزه الرقابيه. اما تبقى انت يعني، ما هو انت برضه هتدخلي في موضوع تاني هو موضوع معايير اختيار. يعني ما يبقى عندك محافظ حرامي، عندك وكيل وزاره حرامي، وعندك وزير حرامي. هو انا مش جايباه حرامي بقى، هو اثبت ان هو حرامي بعد كده. لا ما انت شوفي، كل ما كان عندك معايير جيده وكان عندك اليه للاختيار مختلفه عن اللي احنا فيه. هو الكلام ده هيحصل بس مع الوقت شويه. أيوة. يعني مع الوقت اعتقد يبقى في اليه يعني. هيبقى في اليه لترشيح واختيار وتاهيل للقيادات. كانك بتوصلي كان الوقت خلص للاسف. اتفضلي. أنا بشكرك يا دكتور سعد. شكرا. أنت شرفتنا جدا النهاردة، وأكيد الحديث بقية لأن الموضوع كبير والموضوع مستمر. نتمنى دائما الخير طبعا لمصر. يا رب. أنا الشكر دائما موصول لحضراتكم لمتابعة حلقات من القاهرة، وتصبحوا على خير. جديدة تضاف إلى سلسلة المؤامرات التي تحاك ضد مصر، وهذه المرة عن طريق حرب الشائعات والأكاذيب. مؤامرة خرج معها وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي محذرا من استهداف أمن واستقرار الوطن. وزير الدفاع دعا كذلك إلى ضرورة الانتباه إلى حرب المعلومات والأخبار غير الصحيحة التي تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. الفريق أول محمد زكي لم يكتفي فقط بالتحذير من هذه الحرب الشعواء، بل جدد التأكيد على أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقي للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة، مشيرا إلى استراتيجية القوات المسلحة التي ترتكز على حماية الأمن القومي المصري وتوفير المناخ الآمن لخطط التنمية الشاملة بكافة ربوع مصر. تحذير وزير الدفاع من هذا الخطر ليس الأول من نوعه، إذ يتسق مع تحذير الرئيس السيسي قبل نحو 3 أسابيع، قال فيه إن الخطر الحقيقي الذي يمر ببلادنا ويسعى إلى تدمير الدولة من الداخل هو نشر الشائعات التي تستهدف فقد الأمل ونشر الإحساس بالإحباط، مؤكدا أنه تم رصد 21,000 شائعة في 3 أشهر. الحكومة بدورها بدأت بالفعل في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الظاهرة، كما طلب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المتحدثين الرسميين للوزارات بسرعة الرد الفوري على الشائعات وإظهار الحقائق للمواطنين.
وفي الوقت ذاته يصدر مركز معلومات مجلس الوزراء تقارير شبه يومية للرد على كل ما يثار عبر وسائل إعلامية تديرها جهات معادية لمصر أو يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأصدر مدبولي قراراً بإنشاء مركز إعلامي لمجلس الوزراء يكون مقره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. يتولى المركز عدداً من المهام والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بكافة أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة من خلال توضيح الحقائق للرأي العام وضحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية والمصداقية. يتكون المركز من 4 وحدات رئيسية هي وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإنتاج المرئي والمسموع، ووحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وأخيراً وحدة الرصد والتحليل لكل ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة. شرفنا النهاردة في استوديو من القاهرة الدكتور سعد الزنت مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك. حضرتك أهلا بك. خلينا نبتدي كده بشكل عام، هل الإشاعات جزء من حرب المعلومات؟ هي حرب الحقيقة في تصنيفها جزء من الحرب الجيل الرابع او الاحدث يعني. لكن اذا ممكن يبقى في هي جزء من الحكايه انك انت بتستعملي معلومه ومعلومه بتبقى صحيحه وتاخديها تشتغلي بيها في المساحه الخاطئه، اما للتضليل او لاستفزاز الناس او لاثاره الناس، او بتحاولي تخلقي بها راي عام في الغالب ضد اراده الدوله. فهو جزء منها خاص بالمعلومة، لأن أنت النهاردة شوفي كل ما كان الأصل هي المعلومة. كل ما كانت المعلومة عندك معلومة إيجابية يعني صحيحة، بتوصل في توقيت مظبوط بشكل مظبوط وتستعمل بشكل مظبوط، أنت ما عندكش مشكلة. لكن ولذلك من أسباب الأساسية للإشاعات النهاردة أن بعض الأجهزة بتتأخر في إصدار بيان أو تبرير موقف أو تصحيح موقف، فالناس بتدي فرصة للبعض، لأن في حادثة حصلت على سبيل المثال. من كم يوم كان في حادثة عند مطلع كوبري في الدقي. الحادثة عادية، عربية حصل فيها مسك كهربائي، حصل فيها نوع من الانفجار، دي معلومة ومعلومة مظبوطة. أنت تأخرت في أنك تصدري بيان، على الرغم من أن بعد الدقائق كان مساعد وزير الأمن الجيزة، الحماية المدنية، كل مفرقعات، الحقيقة كله كان موجود الحقيقة بعد دقايق. لكن أنت كمؤسسة أمنية اتأخرت على ما طلعت وطلعت تصريح. لا، أنا شفت قبل ما الداخلية ترد السفارة الأمريكية نزلت تحذير، السفارة البريطانية بعديها، بعض القنوات العربية وغير العربية نزلت على البار أن في انفجار في منطقة كذا، وفي قال في انفجار في مدخل كوبري كذا. الحقيقة الكلام ده كان سبب، رغم انها معلومة صحيحة او خبر صحيح، لكن انت تأخرتي. انا اعتقد خليني استفسر عن حاجة بقى يا دكتور في الجزئية دي. احنا دايما كنا نشوف انه ممكن البيان يطلع بشكل متأخر، لكن لما نيجي نتابع حوادث ارهابية تحديدا مثلا او حوادث كبيرة في دول العالم، بقى العادي ان الاجهزة الامنية في هذه الدول بتتأخر جدا، ودايما بيقول لك ايه، من المبكر او من السابق لاوانه انه يكون الحدث ده ارهابي، مع انه بقى هو بيبقى ارهابي يعني بيبقى ارهابي. نعم. جريمه. نعم. مكتمله الاركان انها. نعم. ارهابيه. نعم. ولكن هم كمان برضو بيدققوا قوي خصوصا في الحوادث الامنيه دي عبال ما يطلعوا بيان، لكن لما نيجي احنا ناخر بيان يروحوا هم مستبقين ببيان تاني رغم ان هو في دوله خارج حدودهم او دوله. شوفي تاني. انت ليكي ثقافه في تناولك للمعلومه وللخبر، والغرب له ثقافة مختلفة. والجمهور المتلقي للمعلومة أو للخبر أو للتصريح في الغرب غير عندك هنا. تمام. درجة الوعي عندك هنا لسه إلى حد كبير أقل. الحاجة الثانية في الغالب هم ما بيتأخروا عشان يتأكدوا من الجزء الفني للحادث، وبعدين في عملية استعمال الإعلام السياسي. هو عاوز يوصل لنتيجة معينة أو يحشد
الرأي العام بتاعه تجاه حاجة معينة. يعني بيقدر يشتغل أو يطوع أو يدير الحادث أو الأزمة بما فيه صالحه، سواء كان سياسي أو غير سياسي. لكن أنت هنا بتاخد المادة الخام بتشغل عليها زي ما هي، ما عندكيش القدرة أو أنت ما يلزمكش حتى أنك تشتغل توجهي بيه. يعني أنت عندك حادثة حصلت، أنت المفروض أنت بتطلعي تقولي إيه اللي حصل بالظبط. مسألة التأخير وعدمه، أنت هنا في مشكلة الحقيقة. إذا كان التأخير عندك في مصر، يعني مثلا حادث زي حادث الواحات، حادث كرم الأواديس، في حوادث كبيرة الحقيقة ما كانش ينفع، لأن دي مش في مسرح جريمة، ده مسرح عمليات عسكرية. ويلزم انك تاخدي وقت طويل، لان في معارك حاصله ما لان تقدريش الموضوع فما اقدرش ان انا استبق البيان، قد يؤثر على المواجهه. في الغالب بيؤثر او بيوصل، مش حتى لو ما وصلش للناس اللي بينهم المعركه او الناسك، سواء الداخليه او القوات المسلحه، قوات انفاذ القانون، لكن بيؤثر على الخارج. والكلام بيوصل بشكل مش مظبوط، ولذلك انت بتتاخري. فحسب طبيعه العمليه بيبقى في تأخير أو في إسراع، لكن في كل الأحوال أنا متصور إن إحنا متأخرين. يعني إحنا إذا كنا السيد الرئيس بيقول لك في 21,000 إشعاع، وبالفعل في إشعاعات كتير جدا. أنت بدأت تعملي حاجة كويسة في الإعلام دلوقتي، بدأتي تجيب الإشعاع والمقابل صحتها إيه؟ لا أنا ده كويس جدا الحقيقة، لكن أنا عاوز الأجهزة نفسها المسؤولة، سواء كانت المؤسسة الأمنية أو المؤسسة العسكرية، هم دول الاثنين المنوط بيهم الحقيقة معظم الحوادث، سواء كانت هنا او هنا. يعني انت عندك للاسف بعض القناه العربيه خلال الفتره اللي هي معاديه طبعا، خلال الفتره اللي فاتت عملت افلام وبثتها لدقائق طويله جدا عن حاجه تعتبر مش اشاعات بقى، لا ده تكسير او لعب في جزء كبير من الامن القومي بتاعك. انا ما شفتش حد في مصر رد. ربما يكون الناس في مصر يقول لك احنا مش هنعمل لهم اعتبار، احنا مش عاوزين ندخل معاهم في صدام. لا طبعا، أنا ضد الكلام ده الحقيقة. ربما يكون تقدير الموقف. طب مش أحيانا يا دكتور برضه لما بتعمل لما بترد بتعمل سبوت لايت، فأنت بكده بتخلي إنه يبقى فيه ناس أكتر تشوف الفيلم؟ يعني أحيانا بتعمل دعاية، زي بالظبط فكرة لما يخترعوا مشكلة لفيلم مثلا فالناس تروح تشوف الفيلم. التناول بتاعك هو اللي بيفرق. وهو ده يعني أنت لو تناولت الموضوع بوعي، اصل دي حقيقه ودي قناه فضائيه وكتير من الناس انا شخصيا بتفرج عليها احيانا، بقلب عشان اشوف ايه اللي موجود فيها. كل الناس بتتفرج يعني. النهارده بقت العمليه ما فيهاش حدود يعني. لما الاقي حاجه خاصه بالامن القومي، وخاصه الافلام دي، انا متصور رغم انهم بيجيبوها على اساس انه حاصل دلوقتي، اي حد مش فني زي عادي ويدقق في الافلام والصور، لا دي قديمه مش جديده، لان الوقت اللي اتصورت فيه الافلام دي هي متصورة على الحدود. النهاردة الحدود تقريبا مش موجودة اللي هما بيتكلموا فيها، لأن حصل نوع من النقل أهلنا عشان عملية التطهير، فكلام مش موجود. فأنت مطالبة أنك تردي. مسألة أنك أنت ما بتردي بتعملي ممكن يكون في الأفلام، في كتاب، في، لكن أنت بتشتغل على أمن قومي، فلازم تقولي أن إذاع كذا وكذا الصح بتاعه كذا وكذا، ومصر عملت ايه علشان انها تتخطى. ما كان في مثلا يعني احد الردود، او ممكن تكون دي كمان استبقت حتى ظهور الفيلم بتاع الجزيره ده، نعم، انه سمح لعدد من وسائل الاعلام الاجنبيه بان هي تروح تصور وتتكلم مع الناس في سيناء. يعني احيانا بيبقى في فلسفه انه انت بترد بانك بتوضح الحقيقه. شوفي انت، اذا انت عملتي كده في الفتره الاخيره، زي مثلا الاسبوع اللي فات لما كان وزير الدفاع بنفسه بيزور الناس هناك ويلعب معاهم كوره. ايوه. الكلام ده الاعلام لما يغطيه كويس جدا، لكن خدي بالك الاعلام المضاد ليكي سواء كان غربي او بعض العربي لا يمكن هيجيب اللقطه دي، رغم ان مسموح ان ياخدوا معاهم الصحفيين والاعلاميين. هو هيسجل بقى، هيسجل في الظل، في المنطقه المخالفه اللي انت بتشتغل عليه، او في منطقه تاني خالص، وتركب الصوره زي فيلم برضه قبل كده عملوه اكتشفنا انه مش في مصر اساسا. هو يجيب لك اللقطه النهارده اللي فيها السيد الوزير وهم رايحين على اساس انها حاجه حديثه، لكن حقيقه السم اللي جوه ده قديم.
وكان في ظروف ربما ما كانتش لسه الامور واضحه. الناس كانت مش مصدقه اللي بيحصل، لان انت بدايه الحرب على الارهاب الحقيقه كان في ما كانش ناس اهلنا اللي خاصه في منطقه جيم مش متصورين ان ممكن يحصل عمليه نقل مؤقت ليهم، لان احنا لقينا وانت عارفه الكلام ده، الناس كلها عارفه الكلام ده، في انفاق تمتد فيما بعد هؤلاء الناس. أيوه. فكان يجب ان يحصل اللي حصل ده ومن بدري يعني. فالمهم انا بقول لك بالنسبه للاعلان او عدم الاعلان، انا متصور ان كل ما كان في نوع من الشفافيه والدقه والاسراع دون تسرع في نقل المعلومه، ده مهم جدا. الحاجه الثانيه، انت في نقطه انا مش عارف الحقيقه، ربما انا اكون مخطئ فيها، واتمنى ان المؤسسات تاخد بالها من الكلام ده، سواء كانت شؤون المعنويه في القوات المسلحه او العلاقات العامه في وزاره الداخليه. يعني انت نيل الاخبار لو في حادثه، في حاجه عاوزه تسال عليها، انا اتصور من الصعوبه بمكانك تلاقي حد يرد عليك. لا بيرد، بيردوا بيدوا معلومه. بيدوا طيب. معلومه، وحتى لو كان لسه مثلا البيان ما ظهرش، او مثلا لسه في شويه وقت لظهور، لانه لسه بيبقى في تحقيقات مثلا في حادثه ما، فهو مش عايزين يردوا بشكل تلقائي، لان قد تنكشف معلومات اخرى ممكن تكون مخالفه للتقدير المبدئي. فده برضو بيتقال انه لسه التحقيقات شغاله، هنصدر بيان، ممكن تكلمونا مثلا كذا كذا كذا، فبنكلمه مثلا في خدمه اخباريه تانية وبنبتدي نتابع. شوف هقول في تطور الحقيقه، لا يعني للامانه يعني لا شك ان في تطور. لا شك، شوف وزاره الداخليه بالذات دلوقتي مع السيد الوزير الجديد، انا الحقيقه وانا هم عارفين رايي في اللي كان واللي موجود. بالعكس انا شايف ان وزاره الداخليه بتشتغل كويس جدا الفتره دي، واخر حادثه النهارده ده دلاله على ان اللي اتعمل له نتيجه جيده جدا واضحه قدامنا، ما فيش لسه فيها مش هنتكلم. بدات بوزير جديد مختلف اعطى نفس الحقيقه، الناس خدت نفسها بهدوء، بقى في نوع من الاستقرار. الحركه اللي اتعملت ما كانش فيها ظلم اطلاقا ولا محسوبيه، اتعمل ولذلك ما تليش حد اشتكى تقريبا. أيوه. في اضيق الحدود والشغل بيتم بشكل هادئ وجيد. ده كويس. اللي انا بقوله بالنسبه لموضوع الاشاعات بالذات، انا متصور ان يبقى فيه مش في وزاره الداخليه مركز اعلامي بس، انا متصور ان كل مديريه امن مهمه وفيها احداث، مش لازم احداث ارهابيه، لا اي احداث معرضه لاحداث ازمويه، يبقى فيها اداره ازمه. في اقسام للازمات في المديريات، لكن عاوز يبقى فيه بالفعل اداره للازمات، يبقى فيها مستوى وحده معينه مخصصه لهذا الامر، فريق عمل ومدرب وعارف بيعمل ايه، حتى مجرد ان يبقى فيه اشاعه تصدر من محافظه ما او من مدينه ما او من مؤسسه ما، فورا يبقى المسؤول عن الرد الفني على الاشعه دي يبقى الجهه دي، ما انتظرش لحد ما او حتى لو هيصدر بيان عن وزاره الداخليه يبقى او عن اداره من او عن الشؤون المعنويه، لا انا عاوز يبقى في فريق عمل في كل مكان قادر على التقاط اي اشعه او معلومه خاطئه ويديرها بشكل كويس. طيب عايزين شويه نفصل الامور يا دكتور، يعني بما ان حضرتك ذكرت الفيلم الخاص بالجزيره عن العمليات العسكريه ومجابهه الارهاب. نعم. في سيناء. نعم. اذا هل نحن اولا امام اشكال وانماط مختلفه للاشاعات؟ لا طبعا، يعني في اللي يطلع فيلم، في اللي يطلع معلومه، احنا قدام ده. انت الاول مره بيبقى فيه فيلم كامل بيتناول علاقة القوات المسلحة بأهل نفسينا، وهي بالقطع حسب الفيلم وحسب أهداف اللي عملوا الفيلم واللي ورا الفيلم والدولة نفسها الهدف عدواني 100%. يعني بيجيبوا لك عمليات بتتم بتتصور وهي بتتم، بيجيبوا لك مصريين لهم رأي سلبي في قواتنا المسلحة واللي في بتعمله القوات المسلحة. يعني الكلام ده لأول مرة مش إشاعة بقى، لا ده أنت بتعملي حاجة تسيب صورة ذهنية محددة عن قواتك المسلحة. الكلام ده لعبة في الأمن القومي، والكلام ده المفروض أن هو لا يترك. يعني أنا متصور إذا كان التعامل مع مثل هذه مش إشاعات بقى،
دي افلام وبتاخد دقائق طويله. انا فاكر ان مره في اعاده كان حوالي 40 دقيقه. أيوة. كمية كبيره يعني مساحه كبيره. المساحه الكبيره في التوقيت ده لا ما هوش صح ولا يجب ان يترك. ومساله ان احنا نسيبها عشان ما نزودش وما تتداولش، لا تتداول ونرد على الكلام ده ونفند الكلام ده باكتر من جهه. يعني الجزء الفني حد يقول دي اتصورت امتى، وسهل جدا يعرف دي اتصورت امتى. حد يطلع يقول ان الكلام ده مش كل المصريين موافقين على اللي بيتقال ده. وبعدين اللي بيتقال ده في الظروف دي ما كانش قدامنا بديل تاني يتعمل. احنا لكن ايه اللي اتعمل مع المصريين اللي في المنطقه دي في الفتره دي يشرح قد ايه الدوله اتكلفت انها تنقل بكرامه الناس دي. يعني ما يبقى في واحد اتنين تلاتة طبيعي، احنا كمصريين مرتبطين بالارض. يعني وخاصة السيدات الكبيرات في السن، وهم جابوا كلهم سيدات كبيرات. يعني ما تشوف الكلام يوجع، لكن لانها مرتبطة بالارض. لكن لما تعملي تقدير موقف للي اتعمل، لا المفروض ان كان ده يتعمل واكتر من كده يتعمل عشان تحافظ على امنك القومي. لكن انا اسيب كل تقريبا الكرة الكبيرة اللي موجودة على الحدود اللي وتبقى عبارة عن إرهابيين بيعدي وسلاح بيعدي ونهب للاقتصاد المصري بطريقة غير شرعية بيعدي ومخدرات بتعدي، وتعامل كمان القوات المسلحة دون وقوع أي أضرار في الأرواح، ده هيبقى أسهل إنه يبقى نعم. المنطقة خالية. يعني ما هو أنا الحقيقة شوفي في سبتمبر 2013 مع البدايات انا قلت كان يجب ان احنا ننقل لان احنا عندنا تجربه قبل كده، المهجرين بتاع مدن القناه. أيوة. ورجعوا تاني وبكرامه. انت عندك تجربه، ايه المانع ان احنا يا اهلنا بكرامه تتنقل لحد ما اخلص شغلي ورجعك وتعود تاني. مره اخرى. نعم. وده اللي حصل حاجة، بس حصل على مراحل وحصل متاخر شويه. لكن انا متصور يعني للقصه كلها، لا الدوله يجب ان هي تتناول الكلام ده بالرد. لكن مسألة ان انا اسيب، طب ما انا في ناس، انا فاهم الموضوع، لكن في ناس كتير بتتفرج على القناة دي وبتسمع الكلام ده. الكلام ده ارتباطه باشياء اخرى وعملية جهل بحقيقة الامور بيسيب صورة ذهنية سيئة وبيأثر. واحنا شعب عاطفي، وخد بالك احنا مش عاطفيين بس، احنا الامية كتير في مصر جايز 40%. يعني الصورة الذهنية انت بتاخدها بعينيك او ودنك، فانتي انتي لازم تعملي حاجه برضو تستعدل الصوره الذهنيه عند المواطن البسيط، مش المواطن حتى الواعي، المواطن البسيط، وده مهم للغايه. طيب النوعيه الاخرى من الاشاعات، ليه بنشوف في الفتره الاخيره اللي احنا فيها اطلاق شائعات كثيره مكثفه بهذا الكم؟ يعني كانت الاول الاشاعات مثلا ترتبط ب وفاه فنان مثلا ويرجع. نعم. يقول لك ده كان على طول، ويرجع يقول لك لا انا ما متش. زواج مثلا فنان من فنانه ويرجعوا ينفوا، كانت دي نوعيه الاشاعات. نعم. لكن في الفتره الاخيره الاشاعات بتتكلم في امور حياتيه، اشاعات عن حاجات تمس المواطن وتخصه، واشاعات عن الخدمات المقدمه للمواطن. سببين، السبب الاولاني هم كانوا الاول مشغولين، ده كل ده من التنظيم الارهابي على فكره وكتاب التنظيم الارهابي. كان الاول بيقدروا يعملوا مظاهرات، يعملوا تفجيرات، يعملوا عمليات ارهابيه. الكلام ده خلص وتمويله تقريبا تم تكفيفه. فالاسلوب ده اللي كانوا بيعملوه ما عادش يقدروا يعملوه تاني. تمام. هم طوروا يعني الحاجه ام الاختراع، طوروا بقى الاستعمال ادوات التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، الاعلام زي ما شفنا، كل المتاح يشتغل وهو في البيت او يشتغل وهو في مكان مستخبي، يعني ما بيخشش في المواجهه المباشره، وهم بيعملوها باحترافيه. ويجب ان احنا نؤكد على حاجه، شوفي هي مساحة انت لو سبتها غيرك بيملاها. ولذلك انا شايف الحقيقة بعض الجهات في مصر من هيئة الاستعلامات، ربما بعض الأجهزة المعلومات الأمنية، بدأت تعمل بشكل منظم وشكل كويس انها تبدأ تجهد هذه العمليات. جزء منها انت بتعمله كإعلام، انك بتطلع بتقولي لا الإشاعة دي إشاعة وصحتها كذا، بس احنا ده كل ده بتشتغلي برد الفعل. احنا عاوزين نشتغل بدري شويه. يعني انا اتمنى ان يبقى في الوقايه خير من العلاج. ليه انا اعلامي ما يركزش على المشروعات الكبيره اللي بتتعمل؟ انا شايف ان قليل، يعني ربما مسبيرو
لأنه لسان الوطن بيشتغل، لكن عاوز شغل أكتر من كده. عاوز يستفيد من القنوات الإقليمية خاصة اللي في المناطق اللي فيها شغل. الإشاعات كتير مش على المشروعات القومية، هو بيطلع لك جزء من الرد، بيطلع لك بحاجة تانية، في حاجة تتعلق بالتموين مثلا، حاجة جزء من الرد. شوفي أمل، أقول لك على حاجة، كل ما أنا بقول لك هي مساحة سواء في الفضاء أو على الأرض، لما أنت ما بتمليهاش للمواطن بشكل كويس غيرك بيدخل عليها، سواء بقى في ما أنت المشروعات، أنت ما تقولي للناس، هتفهمي الناس إيه اللي بيتعمل. والحقيقة اللي بيتعمل كبير وكتير مش قليل، لما الناس تاخد بالها من اللي بيتعمل وتشرح لها بأسلوب هم يستوعبوه وبشكل مكثف ودوري، ده بيقلل كتير، عارفة، بيعمل حائط صد عند المواطن، بيبقى عنده ثقة، عنده أمل في إن اللي الدولة بتعمله ده كويس. وفي ناس على فكرة كده، في ناس كتير من العوام لما يسمع حاجة زي كده بيبقى ضد الكلام ده، وده بدأ الفترة الأخيرة يزداد بالشغل اللي الإعلام بيعمله. فأنا عاوز يبقى في نوع من ملء الفراغ، حتى مش الفراغ الفضائي أو على الأرض، حتى الفراغ اللي عند الناس، لأن الناس ما هي الناس ما عندهاش معلومة، الناس ما عندهاش حد بيقنعها بإيه اللي بيتعمل، الناس ما حصل لهاش نوع من رفع الوعي، يعني إيه إشاعة، إزاي بسرعة تقدر تحللها. الكلام ده لازم يكون وفي كل القنوات خاصة الإقليمية. برجع أقول تاني، مصر مش القاهرة، مصر هي الأقاليم، وانت عندك تقريبا 6 قنوات إقليمية، تشتغل القنوات الإقليمية ونهتم بالقنوات الإقليمية، لأن دي الوسيلة. انت ما تروح الفلاحين، أنا من الفلاحين، انت مش من الفلاحين، لما تروح الفلاحين والصعيد هتلاقي القنوات الإقليمية مهمة جدا للناس المحليين. طيب احنا بنعمل ايه؟ هما بيجيبوا ناس الحقيقة، لكن انت عاوزة تعمل عملية إثراء للقنوات دي وتقدري توظفيها بشكل أفضل من اللي هي بتشتغل الحقيقة، عشان ما نظلمش الناس، لكن انت تسيبهم يشتغلوا. لا، أنا مش عاوز أسيب الناس تشتغل لوحدها، أنا عاوز يبقى فيه الفكر من هنا ينتقل لهناك، يبقى فيه دعم فني، دعم مالي، دعم بشري، أيا كان شكل الدعم إيه، لأن ده مهم. لكن مش كل الناس بتتفرج على القنوات اللي عندك. أيوة. الناس في الأرياف، ولازم الناس تعرف كده، بيتابعوا قنواتهم يعني. بيتابعوا قنواتهم. وإحنا بطبيعتنا عندنا الولاء والانتماء لأشياء معينة. أيوة. بلدنا إحنا، أنت بلدياتي، وهكذا، منها القناة بتاعتي. فأنا متصور إن إحنا يجب إن إحنا نعيد مرة تانية الانتباه لخطورة وأهمية القنوات الإقليمية كوسيلة من وسائل رفع الوعي عند الناس، تجنبهم شرور اللي بيحصل واللي بيتقال من الإشاعات. وفي نفس الوقت انت عندك قوة ضاربة ما انتش لغاية دلوقتي مش قادرة تديريها بشكل 100%. عندك شباب كتير جدا في الصيف دلوقتي، احنا سمعنا عن كم مركز شباب في مصر اشتغل على توعية شباب، مش على الإشاعات بس. لا، ما هو الإشاعة احنا قلنا مساحة غيرك خدها. لا، انا عاوز اعمل الإشاعة. عملنا معسكرات قد ايه؟ اصول الثقافه اللي بالمئات في البلاد عملت ايه؟ المؤسسات كتير زي المؤسسات الدينيه وغيره التعليميه عملوا ايه غير الاعلام؟ انا متصور، شوفي، احنا عندنا مشروع قومي يجب ان نتبناه، مساله الاشاعه، الاشاعات دي جزء، زي ما قبل كده برضو وقفنا عند فتره كده عن موضوع الخطاب الديني وهو جزء مش كل، ثم انتقلنا في الفتره الاخيره للهويه المصريه وهي جزء مش كل. ليه انا ما يبقاش عندي مشروع قومي لرفع الوعي عند الناس؟ الرئيس اتكلم في موضوع في المؤتمر الاخير على اعاده بناء الانسان المصري. ايوه، ما اعاده بناء الانسان المصري يعني ايه؟ حاجات كتير، ازاي ترجعي تاني تعيد التكوين، البنيه الفكريه يعني للانسان المصري، يعني امور كتير، حاجات كتير كانت موجوده في المواطن المصري زمان وتراجعت تخلص. ما انا عندك الثلاث منظومات، لا منظومة القيم الأخلاقية عادت موجودة، ولا منظومة القيم الوطنية قلت جدا، ولا منظومة القيم المهنية. بس هل ده راجع برضو، وأنا كنت عايزة بس أقطع حضرتك، الإعلام والمحليات أو الإقليميات، كل المؤسسات دي، كل دي ليها دور وكل حاجة، بس هل السوشيال ميديا أسرع من كل هذه الوسائل؟ لأنه النهاردة حضرتك مع قلة الوعي زي ما حضرتك بتقول، أحياناً اللي بيساعد على انتشار معلومة خاطئة ما بيكونش واعي إن هو بيعمل كده. نعم. لما أي حد بيعمل شير، يعني ساعات ممكن حضرتك تبقى عارف واحد ويحط خبر حضرتك عارف حقيقته، فتيجي تسأله يقول لك ما ده أنا عملت لها شير بس، وهو فعلاً عمل شير. نعم. نعم. وخلاص. نعم. فهو لما عمل شير نشرها أكتر زي العدوى، ويكون أصل الموضوع
مش حقيقي او الحقيقه تكون مغايره يعني. شوف احنا عندنا شوف كام 20 محافظه، كل محافظه فيها متوسطها 10 مراكز وكل مركز فيه اكتر من 100 قريه. انا عارف ان وزاره الثقافه لها قصور ثقافه في كل المدن وليها نشاط الحقيقه كبير يعني. انا بسال حتى انا، طب ما احنا نسال نفسنا النهارده على سبيل المثال يعني وزاره الشباب نفس القصه، اتصرفت مليارات خلال السنتين اللي فاتوا، انا فاكر كويس قوي ان اتصرفت مليارات مش ملايين على تجديد مراكز الشباب. كم محاضره اتعملت لتوعيه الشباب؟ ما انا كشاب النهارده، مش انا يعني، اولادنا الشباب، اولادنا الشباب ما اللي قاعد في البيت قاعد ماسك 24 ساعه السوشيال ميديا ليه؟ انت ما عملتلوش معسكر في بلاش، انت ما اشركتوش في عمليه تنميه في مدينه. بالظبط، ولازم كمان انه كمان الاسلوب يكون يعني محفز، ما تكونش محاضره بس معلومات فتزهقوا. ما انت عندك وزاره الثقافه هتدي محاضره، الشباب والرياضه هتعمل معسكرات وهكذا. المساجد انا متصور ان احنا محتاجين، لان احنا عمالين نتكلم في جزئيات وللاسف ليست هناك رؤيه استراتيجيه للمشروع القومي لرفع الوعي، وده المهم. رفع الوعي معناها ان رفع المناعه، الانيميا اللي احنا مصابين بيها في الوعي تقدري تشتغل عليها وتشتغل عليها في فتره مثلا شهرين بتوع الصيف بتوع الاجازه وبدايه المراحل التعليم في شهر 9 وفي شهر 10. انا لو انت عندك في الجامعه النهارده، انا شفت خلال السنين اللي فاتت الحقيقه بنعمل محاضرات في جامعات كتير خاصه باللي انت بتتكلمي فيه حضرتك ده. المدرج بيبقى فيه 3000 طالب، كله متجاوب وكله عاوز يسمعك وكله بيناقشك. ليه ما يعني بقول لك بتجربه مش كلام على الهوا ده، التجربه في اماكن كتير. شوفي بعض الاخلاص والامانه وبعض التنظيم وكل واحد يبقى عارف دوره ايه في الحكومه، اعتقد هنبقى افضل بكتير من كده. يعني بدل ما نقعد نتكلم بشكل سلبي ونمسك زي ما قلت لك الهويه مره، الخطاب الديني مره. الخطاب الديني ايه؟ الخطاب انت عاوزه تعدلي الخطاب العام، الخطاب الديني جزء من الخطاب. طب الخطاب الديني ده جاي منين؟ من تعليم ديني. طب اذا كان ده التعليم الديني بس عمل كده، ما انت عندك التعليم الخاص والتعليم الدولي والتعليم التجريبي والتعليم الله. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت عندك في مشكله في تشتيت البنيه الفكريه للجيل اللي جاي، ودي مصيبه الحقيقه. قس عليها بقى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اذا انا متصور ان في جهه ما في مصر ولا سيما المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب والتطرف على سبيل المثال يعني، ده فيه مجموعه الحقيقه هو على المستوى اللي بيرقصه السيد رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء ووزراء مختصين وبعض الخبراء. واتمنى ان في كل المجالات دي يضموا فلاسفه لازم وناس عندها خيال، لان انت مش هتقدري تحطي رؤيه بالمعنى الصحيح اللي تقوم على بصيره وعلى حكمه وعلى فهم وعلى حسن تشخيص لناس فنيين. دي عاوزه ناس اصحاب فكر. صاحب الفكر في الغالب او الخيال بيبقى فنان، بتلاقيه فيلسوف. تستفيدوا من الدكتور مراد وهبي، شفته وانا اتكلم قريب. ايوه حد هايل بيشخص بشكل كويس، هو مش مطالب يحط رؤيه لكن يديني البعد اللي انا ممكن اشتغل عليه بقى. مثلا ده اللي انا بقوله، ان يبقى في مجلس اعلى في مصر ولا سيما اللي موجود دلوقتي، عشان انا مش مجلس جديد، يبقى مشروع قومي الفترة اللي جاية. طالما عاوزين نبني الإنسان المصري، إذا أنت بتدور على إيه؟ بتدور على منظومة قيم أخلاقية زي ما قلنا، منظومة قيم وطنية، منظومة قيم مهنية. يبقى ده الهدف بالنسبة لك. دي الثلاث محاور. يعني عشان إيه في الآخر؟ الهدف لو أنت اشتغلتي بإيجابية بكل الأدوات والمؤسسات اللي إحنا اتكلمنا عليها دي، أنت تطلعي إنسان قوي نفسيا وجسديا وروحيا وعقليا، وده اللي أنت عاوزاه. انت لو عندك انسان ايجابي بقى، طلعت اشاعه، طلع مشروع، هيقدر على الاقل يتعامل بشكل مختلف. نعم هيقدر يتعامل، مش في مجال الاشاعه بس، حتى زي ما بقول لحضرتك في مجال انت عندك جيل امل. احنا بنشوف الحقيقه حتى جيل كبير ما يعرفش غير اللي هو بيشتغل فيه، حتى كبار موظفي الدوله لا لان يعرف حضرتك قعدت فتره طويله لغيت من المدارس الرحلات مثلا. نعم. للاماكن والنشاطات والنشاطات الثقافيه نعم في حاجات كتير مطلوبه. عشان كده بقول لك مساله ان احنا نقعد نتكلم على الاشاعات بس، نتكلم على الهويه المصريه بس، نتكلم على الخطاب الديني بس، الكلام ده انا متصور هو الرئيس دوره ايه؟ الرئيس بيشاور، لكن المفروض يبقى عندك هنا ناس عندها من الوعي
بانها مش تاخد الكلام بيافطه زي ما بيقول. للاسف احنا رجعنا تاني لعصر الرؤساء السابقين، تعليمات السيد الرئيس فبنعمل ايه في الصحه، مبادره السيد الرئيس، عيب. الرئيس مش عاوز كده، واعتقد يقينا انه يرفض الكلام ده. انا مش انا وزير، انا محافظ، انا رئيس مؤسسه، لا انتظر. المفروض انا متصور الكلام يبقى بالطريقه دي. طيب هدعوك وهدعو السادة المشاهدين لمتابعة بريفيلر، فريق الإعداد جهزوا بأبرز الشائعات أو آخر الشائعات اللي منتشرة على قطاعات الدولة المختلفة.